الشكر والتقدير للحكومة الموقرة. أصبح لزاما علينا إعداد عدد من القوانين اللي تلبي احتياجات الموردين وتعوضهم عن كافة التأثيرات المالية أو الاقتصادية اللي بيواجهوها. والحقيقة ده كمان يا فندم بيجي تزامنا مع التوجه الدولة في المؤتمرات الاقتصادية والملتقى الأول الصناعة اللي يمكن كان منذ أيام، اللي كان فيه رسالة واضحة. أتوقع تعديل القانون النهاردة بيكمل نفس الرسالة، وهو الاهتمام بالمستثمر والاهتمام بالصناعة، لأن هي دي العمود الفقري لتنمية الدولة ونموها بشكل عام. وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون الاستثمار المحال من مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وعرضه على المجلس خلال جلسة قادمة لأخذ الرأي عليه. أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في لقاءات خاصة للتلفزيون المصري أن الحكومة تدعم المستثمر والصانع المحلي من خلال قانون التعويضات الذي يدعم قطاع المقاولات. احنا شهدنا صدور القانون في الفترة في 2017 عن تعويضات عن فترة معينة، كان نتيجة تحرير سعر الصرف اللي كان ليه أثر كبير جدا على رجال الصناعة والمستثمرين في هذا القطاع، فكان لابد من الاستجابة السريعة في الفترة الحالية بعد تحرير سعر الصرف الحالي. وده من الأشياء الإيجابية جدا اللي بنلاقيها دايما من الحكومة لدعم الصناعة، إنها تستجيب على طول بتعديل بمواد وبترسل برضو رسائل إيجابية مهمة جدا جدا للمستثمر المحلي والصانع المحلي. الحقيقة النهاردة القانون كان مهم جدا، قانون التعويضات. احنا عارفين قطاع المقاولات اتأثر بغياب المواد الخام وارتفاع أسعارها، فبالتالي أثر على تعاقدات المقاولين مع الحكومة ومع غيرها من الجهات، وده عرضها طبعا لخسائر كبيرة قد تهددها ربما الإفلاس أو عدم يعني استئناف العقود على الأقل. فكان مهم جدا ان الحكومه تتقدم بقانون التعويضات عشان يبقى في اليه مستدامه لبحث فكره التعويضات عن المشاكل او المخاطر غير المخطط ليها عند توقيع الاتفاق. الهدف كان الرئيسي من القانون هو مساله حوكمه واستدامه لجنه التعويضات بحيث تبقى مستمره في الظروف المختلفه اللي ممكن تطرا نتيجه الأحداث الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية. هي نشأت في 2016 بعد تحرير سعر الصرف. النهاردة بنشهد مجموعة من الأحداث الاقتصادية المختلفة، فبتأثر بتعمل اضطرابات في مسألة التعاقدات وقيمها، فبالتالي كان من المهم أن اللجنة دي تبقى موجودة ومستمرة بصورة دائمة. اللي تم تعديله النهاردة في القانون هي كانت المادة الأولى في بعض الأمور المنظمة وقوانين المنظمة، لأن كان عندي قانونين اتنين بينظموا، قانون 89 لسنة 98 وقانون 182 لسنة 2018 للتعاقدات أو المزايدات المنقصات اللي هو قانون 89 اللي تم إلغاءه، ولكن كان لسه فاعل هذا القانون في 2016 في كل التعاقدات من 2016، وبناء عليه احنا تم اقتراح ان يوضع حزمة قوانين منظمة للتعاقدات بحيث ان احنا نشمل كل القوانين المنظمة للتعاقد في الفترات دي.